ورجعنا لكم تاني معانا في الجزء التاني من بيبو حريمي والاطفالي والسن المحير والمايوهات. طبعا معانا دلوقتي هتشوفوها، خليكم معانا لاخر الفيديو عشان كمان تشوفوا اللانجري وبقيه التيشيرتات الحريمي للمصيف. تاني نشوف بقى اللي هي ب 60 جنيه برضو، تيشيرت ال 50 جنيه ده ب 50 جنيه. وعايزه اوريكم حاجه البيبيهات اللي كانت بتسالني على حاجه البيبيهات وتقول لي بصوا يا جماعه التيشيرتات ب 35 جنيه اهي اولادي، تمام؟ خمسة وتلاتين جنيه اهي. طيب وكمان بيبيهات 25 جنيه، بيبيهات اهي السوربتات ب 25 جنيه. عايزين نشوف اكتر من ستايل منها عشان الناس اللي كانت بتسألني على البيبيهات حديث الولادة. بيبيهات حديث الولادة ب 25 جنيه السوربت ده، تمام. طيب ننزل بقى تحت كده نجيب البناطيل من اولها، 95 جنيه اهو. عايزه البناطيل ب 95 جنيه. بصوا يا جماعه دي ولادي وبناتي. لا ده بناتي. بناتي ده بناتي اهي 75 95 جنيه، تمام. ده الولادي 95 جنيه، الولادي برضو نفس السعر، بتلبس من سنتين لحد 3 سنين، وهنا لحد 4 سنين وخمس سنين. ال 100 جنيه اهي، ب 100 جنيه البناطيل الجينز، ودي ب 100 جنيه البناتي. بناتي ب 100 جنيه، ودي ولادي ب 150 جنيه. ب 150 اهي يا جماعه، وفي منها جينز كمان اسود وجينز. دي تمشي بناتي طبعا، دي بناتي تلبس لحد مثلا 10 سنين و13 سنه. ب 150 جنيه البنطلون ده يا جماعه، ب 150 جنيه بلاش يعني شوفوا في المحلات بتباع ب 300 جنيه و 250 جنيه، وفي منه المقاس الاصغر من هنا اللي هو 4 سنين، يلبس 4 سنين و3 سنين. ففي هو عنده حاجات ساده وعنده حاجات منقوشه وعنده حاجات برضو في البناطيل اسود وجينز، وعنده كمان حاجات زي كده اللي هو الفراني اللي احنا بنقول عليه فراني ده يمشي اولادي وبناتي برضو، يلبس لحد 13 سنه 14 سنه. سعره 150 جنيه، سعره برضو يا جماعه ب 150 جنيه، تمام. طيب نشوف بقى الحاجات اللي بعده ب 135 جنيه البناطيل، في منها الساده ده يلبس لحد 13 و 14 سنه البنطلون ده، وفي منه الساده زي ما انتم شايفين اهو، وفي منه الاسود ب 135 جنيه اهو كده، تمام. ب 135 ده، تمام، عشان بس الناس تبقى عارفه. خليهم كده معانا نصور بقى اللي هي الحاجات اللي ب 55 جنيه دي، البناطيل، البناطيل البيتي اللي هي ب 55 جنيه، ونجيب بقى الواناتها معاكم زي ما انتم شايفين، البطيخي والفسفوري، وفي منها الروز. تعالوا بس نجيب كده زوم على الكاميرا نجيب منها بقيه الحاجه، الالوان اهي بتاعتها، الالوان اهي بتاعتها يا جماعه، الزهري روز، تمام. طيب السوربتات بقى الصغيره دي 75 جنيه، ب 75 جنيه السوربتات. اهي بتلبس لحد مثلا زي ما انتم شايفين، بصوا السوربته بتلبس لحد مثلا 65 كيلو، دي اطفالي يعني مقاسات 10 سنين وكده، حلو. طيب نلف تاني بالكاميرا ونوريكم الشميزات اللي هي ب 180 جنيه، اللي هي الحاجات بقى اللي تنفع الخروج، خامتها زي الحرير كده ب 180 جنيه، اللي هي المحجبات. هوريكم منها كام ستايل عشان برضو تبقوا عارفين. المقاسات بتاعته موجوده لارج واكس لارج،
في لحد 2 اكس لارج عندكم منها؟ في 2 اكس لارج تمام، وفي كمان لحد 2 اكس لارج منها تمام. طيب بصوا كمان الواناتها هنا، انا عايزه اوريكم بس كذا شكل عشان البنات اللي بتقول لي طب هم عندهم شكلي مش عارفه اسمه فابيان، طب عندهم بيتي بلاقي كده اسئله على الالوان. يا جماعه الواناتها اهي، انا وريتها اسود فابيض. يا ريت نجيب الكاميرا بقى على الثلاثه دول مره واحده. عندهم اسود وابيض ونبيتي منقط، وعندهم كارو منها تمام. حضروا لي بقى الدريل اللي هو بياخد لحد 85 كيلو اللي هو بكم، عشان نوريه لهم كمان في الفيديو لو سمحتوا، عشان خاطر الناس تبقى بالمره بس قفلنا كده بيبو، عشان الناس تطمن ويرتاح بالها انها مش هتضرب المشوار على الفاضي ومش هتلاقي فيه حاجات. بصوا يا جماعه نرجع تاني بالكاميرا، ده سعره 130 جنيه ومعانا ستاف في المحل اهو. شخصيا احنا مش يعني مش محتلين المحل وجاي اللي جايين من وراهم، ستاف في المحل واقفين تعبانين معانا اهو يا جماعه. دي المقاسات بتاعته يلبس لحد 75 كيلو، وفي منه مقاسات اكس لارج و2 اكس و3 اكس. 2 لارج سوري 2 اكس لارج و3 اكس لارج، اللي هي المقاس اللي احنا بنتكلم عليه ده صح؟ يعني من اول 75 كيلو مثلا يلبس لحد مثلا 85 كيلو. 85 90 يعني الدرسات دي يلبس 85 90. وانت ممكن تيجي الصور عندنا بقى. تمام حلو كده يا جماعه، شايفين يلبس لحد 85 90 زي ما انتم شايفين كده. طيب نجيب كمان الدرس ده، ده برضو يلبس نفس المقاس ماشي، والدرس ده يلبس نفس الاشكال عشان خاطر ننجز شويه عشان المايوهات اللي انا عايزه اجيبها لكم تمام كده ماشي. اوكي اتفضلي حضرتك، هنشوف بس معانا كمان الدرس الخط ده سريعا، 95 جنيه تمام. بصوا بيلبس لحد 75 كيلو، شايفين اهو يلبس لحد 75 كيلو مقاسات، وفي برده مقاسات، مقاساته لحد كام؟ 3 اكس لارج تمام. وده معانا برده ب 120 جنيه، ده سروبت بيلبس لحد كام لو سمحتي؟ برده في 80، برده لحد 80 في منه يلبس لحد 80 يعني في منه لحد 3 اكس لارج تمام. حلو جدا، اهي الاستاذه معانا وبتقول بيلبس لحد 3 اكس لارج. طيب يلا معانا بقى نشوف الحاجات شويه اللي هي الدرسات اللي هي البسيطه دي بتاعت البحر بقى ب 110 جنيه. دي عندكم بتلبس لحد 3 اكس لارج ولا دي موديل يعني لحد 2 اكس لارج؟ تمام. بصوا يا جماعه دي عندهم لحد 2 اكس لارج، اكس لارج و2 اكس لارج وميديوم وسمول الدرسات دي، ودي الواناتها، ودي الالوانات بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، دي الالوانات بتاعتها تمام. طيب تعالوا كمان معانا هنا بالكاميرا عشان خاطر نتفرج كمان على بقيه المحل، عايزين نشوف الشرطه اللي هي ب 35 جنيه الناس اللي سالتنا عليها. هي يا جماعه الشرطه اهي عشان البحر يا جماعه البنات من 13 سنه و10 سنين، الشرطه اهي دي الوانها 35 جنيه، الشروطه دي ب 35 جنيه في منها الاحمر كمان اهو زي ما انتم شايفين معايا في الكاميرا تمام. والتيشيرتات اللي زي دي ب 35 جنيه اهي فوق، بتلبس لحد 2 اكس لارج و 3 اكس لارج زي ما انتم شايفين اهي، ودي ب 35 جنيه تيشيرتات برضه عشان المصيف يا جماعه ب 35 جنيه في منها الكحلي اهو برضو، وفي منها الجري ستايل تاني، ستايل تاني مكتوب عليه بس يا ريت يعني نعرف نجربه شويه عشان كام. اتفضلوا اهو معايا ماشي. الشروطه دي في منها ده ب 40 جنيه بس في منه مقاسات بقى، يعني لحد مثلا 2 اكس لارج، وفي لحد 3 اكس لارج، وفي كمان لحد 3 اكس لارج اهو. الالوان بتاعتها ايه؟ هناخد لكم بقى زوم منها من الجنب. طيب هندور بقى بالكاميرا معانا ونقول لكم البناطيل الحريم اللي انا وعدتكم بيها ب 60 جنيه اهي يا جماعه، ب 60 جنيه زي ما انتم شايفين، بتلبس لحد اكس لارج و2 اكس لارج، وفي 3 اكس لارج يا جماعه، في كمان سالتكم قالوا قال لي في 3 اكس لارج. طب تعالوا بصوا زوم بالكاميرا كده، عايزين نجيب لكم الواناتها. بصوا تعالوا بقى امسكوا معانا كده ايوه
بصوا اهو الواناتها، الوانات البناطيله يا جماعه ب 60 جنيه يا بلاش والله، يعني لحد 3 اكس لارج و 2 اكس لارج كمان يا بلاش يا بلاش، يعني 85 كيلو لحد 65 كيلو و 95 و 75 كل ده كيلوات، انا بقول في الكيلو، انا بقول ده في الكيلوات، ده كل الاشكال اللي هي ممكن في بروفا على فكره في المحل هوريها لكم دلوقتي، في بروفا عشان الناس اللي عايزه تيجي وتقيس براحتها، لا طبعا في بروفا واسعه جدا هوريكم كمان البروفا هصورها لكم مش هخليكم لسه في حاجه. اتفضل. طيب الحاجات اللي هي بقى ب 90 جنيه التيشيرتات دي زي ما انتم شايفين الحاجات بتاعت البحر بقى الناس المحجبات، بصوا يا جماعه بتلبس لحد 75 كيلو، في منها لحد 85 كيلو بيلبس، في منها مقاسات من ميديوم لغايه 2 اكس لحد 2 اكس، يعني الحاجات دي يا جماعه في منها مقاسات زي ما انتم شايفين من ميديوم لحد 2 اكس معايا، شايفين كل دي مقاساتها من ميديوم لحد 2 اكس معايا زي ما انتم شايفين كده، وده كمان بكام؟ ب 125 تيشيرتات، دي الاحجام بقى بصوا يعني ده برده ستايلات ثانيه مختلفه، بتلبس لحد 3 اكس لارج تمام، يعني في منها مقاسات لحد 3 اكس لارج. طب احنا طلعوا لنا بقى المقاسات بالمره واحنا يعني بنعرض لهم عشان يتاكدوا كمان ان انتوا عندكم حاجات لحد 3 ده اكس لارج. اتفضل. ده اكس لارج اللي انا ماسكاه في ايدي ده يا جماعه، اكس لارج بالوانه الابيض والاسود والكحلي والرمادي. ده معاكم يا جماعه اهو، ده كام اكس اهو معانا، تعالى نعمل بالزوم على الكاميرا عشان الناس تتاكد. ده 2 اكس لارج، ده 2 اكس لارج يا جماعه اهو زي ما انتم شايفين، ممكن احطه لكم كمان وامسكه لكم بايدي عشان تتاكدوا اكتر اللي هو بيلبس لحد مقاس كام، عشان الناس بتقول يا نور اتاكد لنا من المقاسات، عايزين نتاكد لكم. بصوا شايفين انا ماسكه بايدي للاخر خالص، شايفين قد ايه المقاس بيلبس لحد 95 كيلو، حلو كده اتاكدتوا خلاص ان عندهم مقاسات. بصوا يا جماعه في عندهم بناطيل تاني اوسع كمان في الستايلات، دي ب 85 جنيه، دي ب 85 جنيه ماشي. اشكالها بقى عشان ننجز بس في الفيديو، دي الالوان بتاعتها كلها سريعا اهو، الاخضر والزهري والموفي تمام والاحمر منها ماشي، والنبيتي زي ما انتم شايفين كده اللون النبيتي خلاص حلو كده من هنا، والايه والبستاش او الفيروزي تمام. طيب بناطيل الجيم او البناطيل الليكرا القطن تقدروا ب 110 اهي يا جماعه، تقدروا ان انتوا برده تاخدوها من عندهم، حلوه جدا وتحفه جدا، وفي 120 جنيه اهي برده تنفع للجيم زي ما انتم شايفين. وسريعا كده التيشيرتات دي ب 75 جنيه اللي هي برده تنفع للبحر قطران زي ما انتم شايفين، وتلبس برده مقاسات عندهم مقاساتها كلها، ودي 75 جنيه زي ما انتم شايفين اهي التيشيرتات عشان الناس اللي رايحه مصيف، وب 60 جنيه عشان الناس اللي رايحه مصايف. طيب سريعا برده البناطيل الجينز عشان عندهم مقاسات خاصه في البناطيل الجينز ب 125 جنيه، البنطلون الحريمي مقاسات خاصة ما عندهمش رجالي اصلا، الحريمي 125 جنيه مقاسات خاصة كبيرة ومقاسات عادية، و 125 الستايلات بتاعتها زي ما انتم شايفين اهي، والالوان بتاعها اللي هو الكحلي الغامق، وفي منها برضه الكحلي الفاتح، يعني في منها سوري الازرق الفاتح اللي هو زي كده ماشي، عندهم يعني عندهم ستايل كده ليهم حركة كده على يعني اخر البنطلون، خلينا نشوفها بالمرة ولو في ستايل ده طلعه يعني ستايلات على الكم او على الحاج. بصوا حلوه ازاي الستايل ده جديد، انا اول مره اشوفه اللي هو الرباط اللي هم حاطينه ده، برضو عندهم الستايل زي كده برضو اللي هو البوي فريند اللي هو متقطع ده، شايفين عندكم اولادي منه اللي هو برضو نظام الساده خالص واللي هو فيه شراشيب برضو صح، عندكم اولادي منه. طيب تمام، يبقى احنا كده خلصنا لكم التيشيرتات، ودي بالمره التيشيرتات دي ب 85 جنيه، وفي من قطان طبعا بكم المحجبات
زي ما انتم شايفين. وده للمحجبات اهو يا جماعه ب 145 جنيه الكارو ده، في منه النبيتي والاسود واللبني ب 145 جنيه، وده ب 130 جنيه للمحجبات عشان الناس اللي كانت طالبه لبس محجبات ملابس من بيبو، ده اللون ده واللون ده، وفي منه الكحلي، هو هو الكحلي وهو هو الاسود وهو هو النبيتي والزيتي والوانات والزيتي والبيج نفس الستايل. طيب نروح بقى، تعالوا كده على المايوهات عشان الناس اللي منتظره عرض المايوهات، تعالوا معايا اتفرجوا على المايوهات عشان ابقى انا كده عملت معاكم الصح. ده 95 جنيه قطعه واحده، دي البنات تلبس سن 3 سنين وسنتين واربع سنين كمان، ماشي. دي المايوهات اللي انا بعرضها لكم، دي الاطفال، يعني انا بعرض لكم دلوقتي المايوهات الاطفال. السعر اهو 95 جنيه زي ما انتم شايفين، تمام. وده 100 جنيه يلبس لحد 4 سنين و5 سنين و6 سنين، واللي جنبيه 100 جنيه برضو اللي هي قطعه واحده، اللي هي المايوه القطعه الواحده بيلبس من اول سن سنتين وسنه لحد معاكم السايز بتاعه لحد 6 سنين و7 سنين كمان، وفي 8 منه، يعني السايز بتاعه يلبس لحد 8. وفي امهات ما بتحبش القطعتين، القطعه الواحده بتحب تلبس بناتها القطعتين، فهم عاملين منها ب 100 جنيه القطعتين اللي هو الاندر والبرا ديزني الاصلي، اهو ديزني الاصلي ب 100 جنيه برضو، بتلبس من سن سنه سنتين 3 4 5. وعندهم كمان ب 120 جنيه زي ما انتم شايفين، انا بصوا هجيبها لكم برضو عشان خاطر ما تقولوش ان انا سبت لكم حاجه في المحل، ب 120 جنيه قطعتين برضو، بس دي بتبقى زي جيبه كده وتحتيها الاندر بتاعها وثلاث قطع، يعني ال 120 جنيه دي ثلاث قطع مش قطعه واحده، اللي هو الاندر والبرا والجيبه، وده برضو ثلاث قطع الاندر والبرا والجيبه، وده ثلاث قطع الاندر والبرا والجيبه، وده نفس القصه، وده والقطعتين ب 100 جنيه اللي هي دي الاندر والبرا سن سنه وسنتين وثلاثه، القطعتين منها ب 100 جنيه، ماشي تمام. والمايوهات اللي فوق دي بقى سن البنات شويه، اللي هو بتلعب مثلا في 8 سنين 10 سنين 13 سنه، الحاجات دي، دي بقى كام قطعه؟ دي يا جماعه معاكم بالظبط قطعتين، يعني يعتبر قطعه، اصل هو ليها تلبيسه من جوه بتاعه البرا فوق، فقولوا مثلا قطعه ب 110. المايوهات اللي هناك دي ب 50 جنيه، دي مايو فستان شايفينه؟ ده مايو فستان ب 50 جنيه سعره، يا ريت نركز لهم على السعر عشان يتاكدوا. ب 50 جنيه يا جماعه المايوهات دي، اللي هي تلبس من اول سن مثلا سنتين ثلاثه لحد معاكم سن 4 سنين، وفي ممكن 5 سنين كمان، وفي 6 سنين على فكره، شايفين حاجه زي كده؟ تلبس 6 سنين اهو، حاجه زي كده هتلبس سن 6 سنين، شايفين؟ تمام. طيب الولادي بقى، بصوا يا جماعه الولادي اللي هو السن المحير 10 سنين 15 سنه، في مايوهات هي 80 جنيه زي ما انتم شايفين، وفي منها ده الاسود وده الرمادي اللي الجنب ده والزهري والكحلي زي ما انتم شايفين، ده رجاله، يلبس برده لحد سن كام عندكم؟ 30 على حسب 30 ممكن برده 30 ومقاسات، في مقاسات منه لحد كام لارج؟ من 50 لحد 60 المقاسات، تمام، يعني نقدر نقول اكس لارج او 2 اكس لارج كمان، صح؟ تمام. كل دي المايوهات دي ب 80 جنيه، وفي المايوهات برده اللي هي الشورت دي ب 80 جنيه ونفس المقاسات، ونفس المقاسات برده عندهم، ودي اهو هنا هنا زي ما هو باين كده في الكاميرا، وده الكحلي بتاعها برده، الاسود والكحلي بتاعها والموف، ماشي. ودي التشكيله الصغيره بتاعت الاطفال بقى، دي 50 جنيه، دي مايوهات منها ساده، ودي في مايوهات منها يعني زي كده مكتوب عليها بيبيهات، يعني بصوا يعني مرسوم عليها صور اللي هي الكرتون بتاعت البيبيهات بتاعتهم، ماشي. دي ب 50 جنيه يا جماعه، اوكي خلاص كده.
طيب صورنا احنا صورنا لهم اللي هي 130. بصوا يا جماعه دي قطعه واحده ديزني اصلي ب 130 جنيه القطعه الواحده دي، ودي شكلها. دي اشكالها يا جماعه اللي محطوط شكلين، هما الشكلين زي بعض، في منها مقاسات بقى. يعني دي في منها كده مقاسات تمام. بصوا دي كمان ب 130 جنيه برضو، دي اولادي بتلبس من اول سن سنتين لحد كام عندكم؟ من سن سنه لغايه 4 سنين. من سنه لحد 4 سنين اللي هي المجموعه دي. من سن سنه لحد 4 سنين. دي الاحمر بتاعها اهو معايا، واللي جنبيها الستاند اللي جنبيها من سنه لحد 4 سنين، صح كده؟ بصوا يا جماعه من اول سن سنه زي ما انتم شايفين، دي 130 برضو من اول سن سنه لحد 4 سنين، وفي منها الكحلي وفي منها اللبني. تمام تمام. نروح بقى بالكاميرا كده عند المايوهات، نركز عليها شويه. الحريمي اللي قدام في الوش كده معانا، شايفين السعر كام؟ 225. 225 بالنسبه لايه؟ للمجموعه بقى دي كلها. واحده واحده هعرضها معاكم. المجموعه دي كام قطعه؟ اولا دي 3 قطع. قطعه المحجبات للناس بقى المحجبات الشرعي، تمام اهي ماشي، خليها معانا. والقطعه اللي هي البنطلون بتاعها ده، قصدي التلبيسه اللي من فوق اللي هي دي، دي طبعا تلبيستها كبيره لحد 3 اكس لارج زي ما انتم شايفين كده اهي، التلبيسه بتاعتها بتكون كده ماشي اهي. الورقها بقى اهي كلها، دي برده التلبيسه بتاعتها، دي شكلها تمام اهي، دي برده التلبيسه بتاعتها اهي، ده برده بيبقى شكلها 3 قطع. كل دول 3 قطع تمام، كل دول معانا 3 قطع. التلبيسه برده بتاعتها دي شكلها نفس القصه. هاتوا بس الموديل ده عشان ده ما كانش موجود. لا عادي، هات التلبيسه تمام. وده التلبيسه كمان بتاعته يا جماعه، ده 3 قطع، ده 3 قطع مايوهات ب 225. والخامه بصوا عامله ازاي، تحفه تحفه تحفه، خامه جميله جدا. وده برده معانا اهو، تمام. طيب خلينا بقى، يا رب ما اكونش نسينا حاجه. حاجه اصفر كده ماشي. بصوا يا جماعه ده اديداس اصفر برضو، عندهم كذا حاجه لاديداس 3 قطع هم، تمام كده ماشي. يلا نركز لهم بقى على تاني 225 معانا، اللي هو قطعه واحده. ده قطعه واحده 225 زي ما انتم شايفين اهي. القطعه دي بتكون تربو، يعني ده بيبقى تربو كده على نفس درجه بالظبط المايوه زي ما انتم شايفينها كده في ايدي، مش طرحه، دي بتبقى تربو بتتلبس كده في على الراس من، ودي طبعا بتبقى عاليه شويه اهو. قطعه واحده اهو المايوه، قطعه واحده. ده التلبيسه بتاعته من تحت، مقاساته لحد اكس لارج ولارج و2 اكس لارج عندكم، صح كده؟ مقاساته لحد 2 اكس لارج، وفي منه سمول وميديوم ولارج، وفي منه سمول وميديوم ولارج لغايه 5 اكس. تمام تمام كده ماشي. بصوا يا جماعه ده برضو، ده التلبيسه بتاعته اهي، التلبيسه بتاعته اهي كده اهو. طيب خلينا اشوف لكم، هو ده الالوان كلها اللي هي اللي قطعه واحده اللي هي تبقى اسود والكحلي واللون اللي انا وريته لكم. نمشي بقى بالكاميرا شويه كده. الستاند ده يا جماعه عليه سعر موحد بكام؟ الاسعار الخاصه دي بتبدا من 20 جنيه لحد 50 جنيه اللي هي زي مثلا زي ايه عندكم؟ زي البناطيل زي كده الليجن اللي هي اللقطان البنات والشروطه. الاسعار ديت بتبدا من 20 جنيه لحد 50 جنيه اللي هي على الستاند دي كلها. الستاند ده عليه تيشرتات زي كده ماشي، وتيشرتات زي كده وتيشرت زي كده زي ما انتم شايفين، تحفه جدا
يعني شيرتات ملهاش وصف ولا ليها يعني صراحة روعة روعة. انا شايفان وجهة نظري طبعا مفيش اروع من كده. بصوا تعالوا بقى اوريكم شوية على اللانجري بتاعهم الحريمي والاطفالي. الحريمي والاطفالي زي ما انتم شايفين كده اسعاره 60 جنيه، الاطفالي 60 جنيه، و35 جنيه، و40 جنيه فوق زي ما انتم كده شايفين الاسعار. تمام، و تعالوا بقى نشوف كده مع بعض. طيب عشان انا ما بحبش اتكلم من غير ما اوريكم، دي ب 85 جنيه في منها مقاسات لحد 3 اكس لارج عندك؟ لا اكس لارج بس، لان البناطيل دي البيجامه دي الحريمي لحد 2 اكس لارج. ماشي، عندهم لحد 2 اكس لارج يا جماعه. تمام كده، دي الوانتها زي ما انتم شايفين معايا، دي الالوان بتاعتها البستاج والفسفوري والروزي والموف والاخضر والفسفوري الروز، دي كل الوانات البيجامه. طيب بيجامه زي كده مثلا 55 جنيه، في منها الكيتي وفي منها الميكي بشورت، هما يعني البيجامات دي شورت هوريها لكم الشورت بتاعها عامل ازاي، قطن طبعا. في منها لحد اكس لارج واحده ولا تو اكس لارج؟ اكس لارج، اكس لارج واحده. الشورت بتاعها بيبقى كده قطن، الشورت بتاعها بيبقى كده، بيبقى فوق الركبه، هوت شورت يعني فوق الركبه، بس طبعا خامتها قطن زي ما انتم شايفين كده. طيب نروح بقى على البيجامات ب 55 جنيه دي. بصوا يا جماعه دي شورت زي ما انتم شايفين اهي، دي شورت والبتاع بتاعها البازي بتاعها قط، شورت وقط زي ما انتم شايفين هي شكلها ب 55 جنيه. وفي عندهم بيجامات حريمي تاني ب 75 جنيه بتلبس لحد 75 كيلو، فيها حاجات بتلبس لحد 85 كيلو عندكم بيجامه لحد 75، دي برده شورت بتاعها اهو بيبقى يعني عايزه اطلعه لكم بس عشان تشوفوا شكله عشان ما يبقاش سيب محل اهي يا جماعه، ده الشورت بتاعها تمام، وده التيشيرت، وده شكل التيشيرت. وفي منها اللون الفسفوري الاورنج، في منها كمان اللون الاورنج، ودي ميكي، تيشيرتات ميكي دي ب 45 جنيه قطن، دي ب 45 جنيه قطن زي ما انتم شايفين كده، خامتها قطن تحفه جدا، خامتها قطن تحفه جدا. دي برده نفس القصه الوانتها، وده الوانها برضو، وده برضو الالوان بتاعته ب 45 جنيه، 45 جنيه دي برضو ب 45 جنيه تمام. واللي فوقيهم طبعا التيشيرتات دي مقاسات الحريمي ب 70 جنيه، في منها الاسود والمقاس ده الستايل ده، في منها الاسود والروز والجرين. خلاص كده تمام، شفتوهم تمام. طيب بس يا جماعه ده كل المحل يعني بانجاز مختصر حصريا، بس نوريهم كمان بالمره تاكيدا وحرصا للاسعار. التيشيرتات اهو الحريمي ب 25 جنيه عندهم، عندهم حديث الولاده السلوبيتات، نركز على كلمه حديث الولاده السلوبيتات ب 25 جنيه عندهم تمام. عندهم زي ما انتم شفتوا كده تيشيرتات المصيف اهي اللي بكم والنص كم، حاجات الجيم بناطيل جيم، جيبات كمان ما قلناش الجيبات ب 110، معلش سوري، الجيبات ب 110 عندكم. بصوا يا جماعه الواناتها اهي، بعض الالوانات منها سريعا بس عشان ناخد الجيبات، ماشي خلاص تمام. دي الالوانات يعني سريعا كده نجيب لهم، نجيب لهم بس زوم عليها نقول لهم اللي دي الالوان بتاعه الجيبات، دي الوان الجيبات اللي موجوده عندهم. طيب نمشي بقى شويه كده بالمحل نوريهم اخر لقطه خلاص عشان الناس تبقى متاكده ان دي هي الاسعار يا جماعه، ودي هي التيشيرتات، دي كل حاجه موعدهم الساعه 11 الصبح للساعه 11 بالليل، كل يوم فاتحين، العروض مستمره لحد شهر 7، الاسعار دي مستمره على طول لحد الصيف. العروض دي خاصه بقناه فيها حاجه حلوه بس، اللي هي الكارت على المشتريات ال 500 جنيه هياخد 400 جنيه، واللي هي ب 300 جنيه هياخد 250 جنيه بس ديسكاونت. ومستنيين اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، ما تنسوش، وكل سنه وانتم طيبين، ومستنيينكم من منتجكم.